النهارده انت عندك 27 الوفد ده 27 فرد مسؤولين. هتلاقي مع العمده طبعا هي رئيسه المدينه. المدينه نيش دي ثالث اكبر مدينه في صربيا، بتديرها عمده واحده ست، وجه اعلامي مشهوره جدا هناك في على مستوى صربيا كلها، مشهوره جدا بتدير المدينه، جايبه معاها اعضاء. احنا بعد شويه هنخش نعمل مباحثات، جايبه معاها ناس تتكلم في السياحه العلاجيه، جايبه معاها ناس تتكلم في الطيران، عشان كده انا جايب رئيس شركه اير كايرو معايا هنا، جايبه شخصيات كثيره، جايبه مفتي صربيا، جايبه وفد الكنيسه الارثوذكيه الصربيه، زي ما انت شايف السفير الصربي موجود هنا، والسفير ده بقاله شهرين ونص لسه معتمد، يمكن الاسبوع اللي فات ولا اللي موجود هنا مع الوفد. دي علاقة قوية جدا، اولا بتكون علاقات، بتزود الرابط، وخاصة في مجال السياحة. انت دلوقتي عايز ايه من الموضوع ده كله؟ عايز الناس تعرف شرم الشيخ، عايز دعاية توصل بره، عايز لو هو عنده حاجة متفوق فيها ينقلها لي، زي موضوع السياحة اللي جاي. انا زرته بقى في شهر اغسطس اللي فات، وزرت المدينة ورحت شفت الامكانيات اللي موجودة هناك ايه، ووقعنا بالاحرف الاولى. يعني احنا ما كناش لسه وقعنا الاتفاقية بالاحرف الاولى، اتفاقيه تمهيديه بالظبط كده، ودعيتهم بقى. النهارده هم بيلبوا الدعوه بعدها تقريبا 10 اشهر او 9 اشهر، بيلبوا الدعوه، كان عندهم انتخابات وعندهم موضوعات كثيره، والنهارده بيلبوا الدعوه ب 27 عضو في مختلف الموضوعات. عظيم. معاهم الغرفه التجاريه. انا قابلت المره لما رحت هناك، قابلت رئيسة الوزراء، قابلت وزيرة الاقتصاد، قابلت الغرفه التجاريه، قابلت السياحه والطيران، سلطة الطيران، قابلت كل المجموعة دي هناك. النهاردة هي جابة أعضاء منهم، عشان الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه هناك هنشوفه هنا الطبيعة وهننفذه بإذن الله.